للمزيد حول هذا الموضوع معنا في استوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث لدى إكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. هل برأيك حسمت جانيت يلين يوم أمس موضوع رفع الفائدة في ديسمبر؟ إلى درجة كبيرة نعم. التصريحات كانت شبه واثقة، يعني تؤكد اجتماع الفيدرالي الأخير والأوتلاينز اللي حصلنا عليها بأن الفيدرالي الأمريكي يرى أن مسألة التضخم أو انخفاض التضخم هي مؤقتة، وأن يجب أن يكون التركيز أكثر على تشديد السياسة النقدية بنفس الوتيرة، وبالتالي ذلك يزيد احتمالية رفع ثالث لأسعار الفائدة هذا العام. يعني كانت قبل خطاب جانيت يلين الاحتمالية عند 70%، أعتقد الآن ارتفعت بشكل أكبر الاحتمالية في شهر ديسمبر بعد خطاب جانيت يلين إلى مستويات 90%، أن الرفع الثالث سيكون في شهر ديسمبر. حقيقة يعني كمان إذا رجعنا على كل البيانات تشير فعلا أن التضخم تراجع في الولايات المتحدة الأمريكية، أولا ليس ذو هذا التراجع الكبير ذو التأثير الذي يوقف الفيدرالي خلال الفترة الماضية. ماذا عن وتيرة الرفع بعد الرفع المحتمل بديسمبر، كيف تتوقعها؟ نحن يعني استطلاعات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة أو دراسته الأخيرة كان قد أشار إلى إمكانية أن يكون هناك هذا العام 3 مرات، والعام القادم ممكن يكون حوالي 2 أو إلى 3 مرات رفع لأسعار الفائدة. بشكل عام المستويات أسعار الفائدة لا تزال بعيدة بشكل كبير عن المستهدفات قبل الأزمة المالية العالمية. يعني إذا تحدثنا عن مستويات 5.25% التي كان عليها قبل الأزمة، إضافة إلى تخلصه من السندات التي كانت قد اشتراها في مرحلة الQE أو التيسير النقدي، بالتزامن مع بعض نحن عم نشوف حاليا يتخلص من الضخامة الموجودة في الميزانية الفيدرالي، وفي نفس الوقت عودة أسعار الفائدة إلى المستويات الطبيعية التي كانت عليها قبل الأزمة. هذا يعني يحتاج على الأقل أن يكون عندنا 3 مرات رفع مرة أخرى خلال العام القادم، وبالتالي ننتهي إلى مستويات 2.50% أسعار الفائدة. دعنا ننتقل إلى اليورو. في يعني نتوقع أسابيع من التجاذبات السياسية في ألمانيا قبل تشكيل الحكومة، وبالتالي إلى أي مدى اليورو سوف يكون عليه ضغط في هذه المرحلة؟ لاحظنا الضغط من افتتاحات الأسبوع هذا، كانت يعني على الرغم من نجاح ميركل بي تقريبا ولاية رابعة لها، إلى أن اليورو استشعر ذلك الضغط الموجود داخل البرلمان الذي سيكون وصعوبة تمرير القرارات في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، وبالتالي كان هناك هذا الفجوة السعرية بحوالي 50 نقطة، ومن ثم واصل التراجع والانخفاض، والآن نحن على مشارف مستويات 1.17، وكأنه كل الأرباح اللي وصلتنا لمستويات 1.20 تم التخلي عنها تماما، ونعود مجددا إلى المرحلة التي استمر فيها اليورو طويلا. طبعا إضافة إلى تصريحات ماريو دراغي التي تحدث فيها على أن الفولاتيليتي أو التذبذب الموجود على اليورو هو بحالة عدم أو بسبب وجود عدم يقين بالنسبة للمستثمرين إجمالا، هذا يضع مزيد من الضغط في ظل يعني شبه تأكيد أن يكون هناك رفع ثالث لأسعار الفائدة من قبل الفيدرال الأمريكي. فكزوج يورو دولار أمريكي ممكن يستهدف مستويات 1.15 والعودة إلى ما دون هذه المستويات خلال فترة وجيزة أو قصيرة، على الرغم من يعني مثل ما ذكرتي هناك صعوبة في ألمانيا في تشكيل الحكومة التي تمرر قرارات ميركل. ماذا عن الباوند؟ الباوند كان سجل ارتفاعات قوية بسبب التوقعات بإمكانية رفع الفائدة في نوفمبر. بالرغم من هذه الارتفاعات يعني عم شوف عدة توقعات للباوند، صحيح أنه المحللين عم بيرفعوا توقعاتهم السابقة، ولكن تبقى التوقعات المستقبلية لنهاية العام أقل من الأسعار الحالية اللي عم شوفها على الباوند. هل أنت مع هذا الرأي؟ يعني تتوقع تراجع الباوند بنهاية العام؟ في قناة فنية يعني قناة هابطة على أسعار الجنيه الاسترليني في الفترة الماضية، ونلاحظ أنه lowers highs يعني قمم متتالية بالانخفاض على الجنيه الاسترليني لا يتمكن من الارتفاع بالشكل المطلوب، في إشارة واضحة إلى أنه ممكن قد يستمر هذا السيناريو نحو مستويات متدنية نحو 33-20، ودون هذه المستويات 32-40 هي المستويات التي قد يصل إليها الجنيه الاسترليني مع اقترابنا أكثر نحو نهاية العام. لأنه في نفس الوقت اللي نحن نتحدث فيه على أن السياسة النقدية قد تتجه إلى التشديد، هناك صعوبة المفاوضات خروج
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك يزيد الضغط على الجنيه الاسترليني في ظل قوة الدولار الأمريكي في الوقت الحالي. كزوج جنيه استرليني دولار أمريكي ممكن يستهدف مزيد من التراجعات على الأقل حتى نهاية هذا العام، وبالتالي مستويات 1.40 التي بعض البنوك قد ذكرت أنه ممكن يصل إليها الجنيه الاسترليني أعتقد تحتاج إلى وقت أطول، حتى لو اتجه البنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر. شكرا لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث لدى إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.